السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا دلوقتي لسه راجعه من بره انا وفوديو، تمام؟ واحنا في السياره عماله افكر اعمل عشاء ايه، اوضب عشاء ايه، ملناش نفس الاكل تقيل. فانا فكرت وحددت اني هعمل توست. انا ابني بيحب التوست بتاعي جدا، وبيحب ياكله مع بيحب ياكله بال يعني ياكله مع شاي حليبه، اوكي، او حليب، تمام؟ فانا دلوقتي هعمل لكم التوست بطريقه سهله، بطريقه بسيطه. شوفوا هو ورا بيعمل ايه، بتعمل ايه التوست بطريقه سهله وبسيطه جدا 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 جدا. تقدروا تعملوه وتقطعوه وتحطوه بالفريزر وتطلعوا لما تعوزوا تسخنوه على طول. دلوقتي لسه داخله، يا دوبك هقلع ماشي وهشيل ملابسي وبدل وهعمل لكم بصراحه احلى توست في الدنيا، تمام كده؟ يلا خد شنطتك دي، تمام كده يا بنات؟ وهعمل تاني معاكم ده دلوقتي العشاء، وهجهز لغدوة بكرة اللي انا قلت لكم عليها. هعمل لكم يا ديك رومي يا بط، تمام يا تمام كده يا بنات؟ فدلوقتي هعمل لكم يا ديك رومي يا بط. بعد ما انزل الوصفة دي عايزاكم تقولوا لي عايزين ديك رومي ولا بط، ولا هتطلبوه انا اللي هعمله. والسلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير وبصحة. انا عاوزه اقول لكم اني انا دلوقتي هعمل لكم عشاء جميل جدا. هعمل لكم توست. توست طبعا بتقولوا عشاء عشاء، طبعا يعني ايه تعمل عشاء ايه؟ انا هعمل بس توست. ايه شفتوا؟ انا هعمل لكم توست. توست بس توست بسيط وسهل جدا جدا جدا، تقدروا تاكلوه مع جبن مع حليبه مع اي حاجه. توست تحفه وبطريقه بسيطه وسهله جدا جدا جدا. ماشي؟ يلا نشوف مع بعض دلوقتي احلى توست بالدنيا.